شهدت محافظة بني سويف تنظيم فعاليات الاحتفالية الرابعة ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي التي يتم تنفيذها تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. وخلال الاحتفالية تم تسليم عقود تمويل لمشروعات تنموية صغيرة ل200 مستفيد بإجمالي مبلغ 6 ملايين جنيه بواقع 30 ألف جنيه لكل مستفيد، منها 15 ألف منحة كقرض حسن لا يسترد، بجانب توزيع آلاف من كراتين المواد الغذائية واللحوم على الفئات الأولى برعاية والأسر الأكثر احتياجا، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. إن إجمالي الثلاث شهور اللي فاتوا قدمنا ما يقرب من 800 مشروع تمكين اقتصادي، وعدد كبير جدا من المواد الغذائية بتقدم كل مرة، وانتقلنا من لفينا حتى الآن ثلاث مراكز، ودي المرة الثانية في نطاق مركز ومدينة بني سويف، وإن شاء الله خلال الفترة القليلة المقبلة هنلف بقية مراكز المحافظة. دي الحفلة الرابعة على التوالي، كملنا كده الحمد لله 800 مشروع ضمن هذا البروتوكول، ووزعنا مواد غذائيه 6000 كرتونه و12 طن لحوم مواد غذائيه لاهالينا محافظه بني سويف خلال 4 شهور، وان شاء الله مستمرين، البروتوكول مستمر لمده شهرين، شهر 11 و12، وان شاء الله في تجديد للبروتوكول التعاون خلال سنه 2024. متواجدين هنا في بني سويف على الشهر الرابع على التوالي عشان نقدم لاهالينا المستحقين لخدمات مؤسسه حياه كريمه وشيمة الخير والورمان تحت مظله التحالف الوطني. بنقدم النهارده عدد 200 مشروع تمكين اقتصادي واكثر من 2000 كرتونه سلع غذائيه وكمان اكثر من 2000 كيلو من اللحوم لاهالينا المستحقين على مستوى كل مراكز محافظه بني سويف.